مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى وزارة الصحة لنقل وقائع المؤتمر الصحفي الدوري حول آخر المستجدات بشأن أزمة كوفيد-19. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ونرحب بكم في هذا المؤتمر الإعلامي 56 والذي يعقد ويبث مباشرة من وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الاثنين الموافق 11 من شهر مايو لسنة 2020. اليوم هو اليوم الثاني الذي تمر به البلاد من تطبيق حظر التجول الشامل، ولا شك بأن هذا الإجراء الاحترازي سيكون له الأثر الإيجابي بإذن الله ضمن الجهود والحلول المرسومة في احتواء تفشي هذا الفيروس وانتشاره في بعض المناطق وبين المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. من المهم جدا التنويه على ضرورة المداومة على الأخذ بالإجراءات الوقائية الأخرى كذلك حتى في ظل تطبيق الحظر الشامل. من الضروري جدا المحافظة على التباعد البدني سواء في المنازل أو خلال الفترة المخصصة لممارسة رياضة المشي وهي من الساعة 4:30 عصرا وحتى 6:30 مساء، وكذلك في الأماكن المحافظة على التباعد البدني في الأماكن والتي من المحتمل أن يكون تزداد فيها فرص مخالطة الآخرين لا سيما بعض الأماكن المحددة للتسوق. نحن لا نريد أن يشد الشخص على نفسه بالإجراءات الوقائية لأيام طويلة ثم بسبب تهاون لحظات تذهب فيها كل المشقات التي أخذها الشخص على عاتقه، وكما هي مسؤولية كل شخص الأخذ بهذه الإجراءات الوقائية ضمن هذه الإجراءات المتخذة في المحافظة والوقاية من هذا الفيروس، فإنه كذلك مسؤولية كل منا في محاولة عدم نقل هذا الفيروس إلى أسرته ومن يشاركوننا السكن أو مكان العمل. هناك سؤال دائما يطرح ونسأل عنه وهو من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بعدوى الفيروس فيروس كورونا سارس كوف 2؟ أجابت منظمة الصحة العالمية حول هذا السؤال بأنه ممكن لجميع الأشخاص بمختلف الأعمار أن يصابوا بمرض كوفيد-19، فلا توجد فئة محصنة ضد هذا المرض، إلا وأنه قد لوحظ هناك بعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غيرها فيما لو لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الملائمة واللازمة لذلك. ومن هذه الفئات كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية سابقة مثل داء السكري أو الربو البرونكي الأزمة أو أمراض القلب، لذلك الاحتياطات الوقائية يجب أن تتخذ على الجميع بلا استثناء، ولدينا الحالات المرضية من مختلف الأعمار في دولة الكويت، لذلك من المهم جدا على الجميع اتخاذ كافة التدابير الوقائية الشخصية كالمحافظة على نظافة اليدين والتباعد البدني physical distancing بين الآخرين وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة. هناك سؤال آخر وهو هل يمكن إعادة استخدام الكمام مرة أخرى أو تعقيمه بواسطة معقم اليدين؟ الإجابة هو لا يمكن إعادة استخدام كمام الوجه سواء كان الكمام الطبي المسطح سيرجيكال ماسك أو الماسك N95 عند مخالطة مريض أو أي شخص مصاب بفيروس كورونا أو أي شخص مصاب بعدوى تنفسية، فإن السطح الخارجي للكمام يعتبر ملوث، لذلك ينبغي فورا نزع الكمام دون لمسه من الأمام ثم فرك اليدين بمعقم اليد أو غسلهما بالماء ثم بالصابون. ننتقل الآن إلى
آخر إحصائية لحالات الشفاء ومراكز الحجر في دولة الكويت، فقد بلغ مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء من الذين كانوا قد أصيبوا بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت عدد 2907 حالات. هذا هو المجموع، حيث تم الإعلان خلال 24 ساعة الماضية عن 178 حالة تماثلت للشفاء من الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19. أما فيما يخص آخر إحصائية لمراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ عدد من أتم فترة الحجر الصحي المؤسسي المقررة لذلك عدد 884 حالة خلال 24 ساعة الماضية. بلغ عدد المواطنين الكويتيين منهم 491 حالة. أما عدد إخواننا المقيمين من الذين قد أتموا الفترة المحددة للحجر الصحي المؤسسي هو 393 حالة. أما فيما يخص أعداد الإصابات خلال 24 ساعة الماضية، فقد ثبتت وتأكدت إصابة عدد 598 حالة بفيروس كورونا سارس كوف 2 في دولة الكويت خلال 24 ساعة الماضية. ويمكن الحديث بشيء من التفصيل حول الإصابات كما يلي. بداية، لم يتبين إصابة أي حالة متعلقة بالسفر خلال 24 ساعة الماضية. فحالات الإصابة هي 598 هي الإصابات الجديدة التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، منها حالات مخالطة لحالات مصاحبة بالمرض وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية حقيقة بمتابعة أسباب العدوى وفحص المخالطين وتتبعهم، هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة المعتمدة في وزارة الصحة في هذا الشأن. نوع من التفاصيل، بعض التفاصيل حول الجنسيات لحالات الإصابة، فقد تم رصد 159 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و140 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و87 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية و79 حالة لمواطنين كويتيين. هذه كانت أبرز جنسيات الإصابة، كما أن هناك جنسيات أخرى متفرقة لبعض الحالات. أما عن معدل رصد الحالات وانتشارها على مستوى المناطق الصحية في دولة الكويت، فقد تم رصد 256 حالة في منطقة الفروانية الصحية و131 حالة في منطقة حولي الصحية و93 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و74 حالة في منطقة العاصمة الصحية. أما عن منطقة الجهراء الصحية فقد تم رصد 44 حالة، وذلك من الحالات التي رصدت خلال 24 ساعة الماضية. ننتقل الآن إلى تفاصيل الإصابة حسب المناطق السكنية وحول أبرز المناطق التي سجلت فيها أكبر عدد للإصابات خلال 24 ساعة الماضية. فقد تم تسجيل 89 حالة في منطقة الفروانية من الحالات التي رصدت خلال 24 ساعة الماضية و76 حالة في منطقة حولي و61 حالة في منطقة جليب الشيوخ و41 حالة في منطقة خيطان. بعد إضافة الحالات التي رصدت
خلال ال 24 ساعة الماضية أصبح المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت 9286 حالة ثبتت وتأكدت إصابتها. فيما يخص غرف العناية المركزة فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في غرف العناية المركزة عدد 131 حالة، منها 71 حالة مستقرة و60 حالة حرجة. المجموع الكلي 131 حالة، كما أنه قد تم تسجيل 7 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف 2، حيث كان مرض كوفيد 19 السبب الرئيسي للوفاة. نسأل الله لهم وللجميع الرحمة والغفران. مما سبق يتبين لنا بعد معرفة العدد الكلي للحالات وهو 9286 حالة، وبعد معرفة عدد حالات الشفاء وهي 2907 حالات، وحالات الوفيات نسأل الله حالة، مجموع الوفيات 65 حالة، يصبح لدينا 19 ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في المؤسسات والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة عدد 6314 حالة. نسأل الله لهم جميعا السلامة واللطف والشفاء. خالص الشكر لكم، نسأل الله لكم السلامة والشفاء لجميع المصابين، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. مشاهدينا الكرام، نقلنا لكم وقائع المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة حول آخر المستجدات بشأن أزمة كوفيد 19. نتمنى من الجميع الالتزام بالإجراءات الصحية، ومنها ضرورة التباعد الاجتماعي في هذه الفترة، وضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والقصوى جدا. نتمنى السلامة للجميع، ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء. إلى اللقاء.